عليكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. فيديو النهاردة هوريكم شوية مشتريات بسيطة كده كنت اشتريتها عشان رمضان. في مشتريات اشتريتها في الفلوج اللي فات، لو محدش شافه هسيبه لكم هنا عشان البنات اللي ما شافتهوش تشوفوه. وفي حاجات كنت جايباها قبل كده، وفي حاجات كمان رفيف كانت جايباها لي في عيد الام وما كنتش وريتها لكم، فهوريلكم كل الحاجات دي مع بعض في فيديو النهاردة. فلو عجبك فيديو النهاردة يا ريت تضغطي لايك، اشتركي في قناتي لو اول مرة تشوفينا، وهستنى الكومنتس بتاعتكم عشان تقولولي عايزين ايه في الفيديوهات الجاية. يلا نبدأ بأول حاجة. بسم الله، احنا جبنا مع بعض الزينة في الفلوج اللي فات، فهوريكم بقى الزينة بالتفصيل، هنشوفها مع بعض وهي منورة. كنت قلتلكم الاماكن اللي انا اشتريت منها، وكنت قلتلكم كمان الاسعار. دي اول حاجة، الزينة بتاعة رمضان اللي هي الجولد النحاس. دي كانت 6 متر، مضيئة، بالسلك بتاعها كهربائي مش اللي هو بالبطارية. بسم الله، هي عبارة عن 6 متر، والشكل بتاعها دوت اللي هو هلال ومسجد، شكلها حلو قوي. ودي كان سعرها 100 جنيه. خلاص، دي 6 متر، وتعالوا نشوفها مع بعض شكلها عامل ازاي وهي منورة. الحاجه اللي بعد كده، الفوانيس القمر دي شكلها حلو قوي وشكلها مبهج قوي. وكان فيه الحقيقه في المحل حاجات كتير، بس ايه، فوفو اختارت معايا الاشكال دي. خلاص، بصوا ده شكل الفوانيس برضو، هي 6 متر. بصوا شكلها حلو جدا، ولما بتنور بتبقى حلوه قوي، اللون بتاعها كمان جميل. عايزين نشوفها مع بعض وهي منوره. بصوا شكله يا بنات لما نور، بصوا شكله حلو جدا، وهيبقى تحفة قوي لما يتعلق كمان. ايه رأيكم؟ جبنا ايه تاني؟ جبنا كمان الزينة دي. بسم الله الرحمن الرحيم، بصوا دي 6 متر تقريبا برضو. الباكت ده ب10 جنيه، هو مكتوب عليه رمضان كريم، وشكله حلو جدا. اول مرة اجيب ده، هو ورق. خلاص، وشكله حلو قوي. ده شكل، خلاص، وفي شكل تاني. بسم الله، انا شجيع السيمة. بصوا شكله حلو جدا، ده تاني شكل معانا. اول شكل مكتوب عليه رمضان كريم، وبرده ده مكتوب عليه رمضان كريم، بس ده ما كانش موجود في المحل منه 2، عشان انا جبت لاختي معايا، فنزل لي اللي هو كان حاطه معلقه عشان مكتوب عليه رمضان كريم. دي كانت اكتر حاجه عجبانه في المحل. في حاجه كمان برده، انا شجيع السيمة عشان جبت لاخواتي معايا، وكمان ده مكتوب عليه رمضان كريم بس بشكل مختلف اهو، عشان اوريه لكم. بصوا ده شكله حلو جدا. جبت الشمع الالكتروني دوت، ده الواحدة ب5 جنيه اهو. ده بقى بديل عن الشمع العادي، عشان ولادك لو حطيته لهم في الفانوس، او حطيتيه مثلا وانت عامله ديكون رمضان او جايلك ضيوف وعايزه تولعي شمع وكده، الولاد بيحبوا يطفوا قوي الشمع التاني، وكمان بيسيح، وما تضمنيش برده عشان الاطفال اللي عندها اطفال، ده حلو جدا بالنسبه لها. جبت 3، الواحده ب5 جنيه. بصوا هو مضيء اهو، بصوا شكلها حلو جدا. دي بقى لما تتحط في الفانوس، تعالوا اوريها لكم في الفانوس. تعالوا بقى نحطها في الفانوس بتاع ايكيا ونشوفها شكلها ايه. ايه رأيكو؟ شكلها حلو جدا. بصوا كمان من بعيد، بصوا يا بنات شكله حلو قد ايه، شايفين؟ كأنه من بعيد طبيعي خالص، يعني مثلا دي شكلها من بعيد طبيعي جدا، يعني كأنها فيها شمعة عادية. دي بس عشان قصيرة شوية، اللي هي الشمعة دي بتاعت ايكيا، الشمعدان ده بتاع ايكيا، فقصير فباين قوي، بس من بعيد بصوا كأنها طبيعية جدا، شكله حلو صح؟ خلينا نلملم الحاجات دي كده. جبت ايه تاني؟
بسم الله. بصوا جبت دول للولاد، اتنين شبه بعض نفس الالوان بالظبط، بس واحد من فوق اخضر وواحد من فوق اوف وايت عشان يبقوا شبه بعض بالظبط، عشان الولاد بيتخانقوا لما يبقى في حاجه مختلفه، فدايما بجيب لهم حتى اللبس بجيبه لهم زي بعض عشان هم سنهم من سن بعض قوي قريب من بعض، فدايما يبقوا ايه عاملين زي التوام كده خلاص. وده كان شكلهم هم بيغنوا. بسم الله. يتركب كده بشمع، هو ملزوق اصلا بشمع، هو قطع خشبيه كده متركبه في بعض، فهو اصلا اول ما جاء واحد فيهم بودي دايما يبوظ حاجته، فجبنا فقلت بقى هجيبه لهم عشان حتى لو باظ مش مشكله يعني. جبنا ايه تاني؟ فوفو بقى ودلع فوفو. هو ماسك القناع الذهبي، مكتوب عليه اعاده الحيويه والنضاره للبشره وتفتيح لون البشره وتضييق المسام. بصوا انا ما جربتوش او قبل كده، اول مره اجيبه، هو اصلا من ماي واي، فلو حد جربه فيكو يا ريت تسيبولي في الكومنتس هو حلو ولا لا، وان شاء الله لما هجربه برضو هقول لكم هو حلو ولا لا خلاص. ايه تاني؟ فوفو جابته بقى، كان نفسها قوي في الضوافر دي، كنت كل مره بقول لها لا، قلت المره دي اجيبها لها عشان ما ازعلهاش، بس هي خلاص هتشيلها للعيد، مش هتستخدمها دلوقتي. هي اختارت الالوان دي، اللونين دول حلوين قوي، السيلفر واللون ده حلو جدا، لونه بصوا هو اغمق درجه في الكشمير كده، فشكله حلو قوي. بصوا عايزه اوريه لكم على ايديا، هي قالت لي يا مامي الكبير خديه وانا هاخد الصغير. خلاص بسم الله، خليني بس اجرب لكم واحد، خليني اجرب ده. بسم الله الرحمن الرحيم. هو اللزق بتاعه جواه، يعني مش هتحتاجي تحطي لزق وتلزقيه على الضفر بتاعك. بصوا يا دوب بس كده نضغط عليه فهيتركب معانا. بصوا شكله حلو صح. اوريكم اللون التاني كمان اهو، هو احجام، هو 25 واحد، هو بس يا دوب بس نضغط عليه كده فهيلزق معانا على طول. ده كان الشكل التاني، ده الشكل الاولاني اهو، وده الشكل التاني، شكله حلو جدا. وانا هاخد بقى الكبار ليا، والحاجات دي يا بنات بس للدلع كده للعب بس، طبعا مش تحطها على طول وكده، لان انا قايله لها ان الحاجات دي اصلا ما ينفعش بقى نلبسها ونتوضع عليها او نصلي بيها وكده، فهي جابتها بس عشان اللعب. بصوا هو بيتشد كده فاللزق بتاعه بيطلع معانا. وده كمان هو بصوا هو قوي قوي وانتي بتحطيه، تشديه بس كده، قوي قوي وانتي بتشديه بس اللزق بتاعه بيطلع معاه، يعني بيتاخد معاه اهو. خلاص حطه لها بقى في العلبة بتاعتها. ده كان سعره 25 جنيه، بس الماتريال بتاعتها حلوة جدا. ايه تاني؟ بصوا جبنا من عند تشاو التوق دوت، هو لسه ما نزلش الكوليكشن بتاع العيد فما لقيناش بقى حاجه، فجبنا واحد بس كده عشان هي كل الاطواق بتاعتها، هي بتحب النوع ده قوي، بيبقى شكله حلو جدا عليها. كانت اختارت واحد تاني وانا اخترت ده، وده طلع احلى عليها، شكله حلو قوي. وانا جبت الدبابيس بتاعت الطرحه دي ب10 جنيه، وده ب15 جنيه، وان شاء الله لما نجيب بقى الاكسسوارز بتاعت العيد والتوك والحاجات دي هاخدكم معايا برده فلوج علشان تشوفوا وتختاروا معانا. كانت بقى فوفو جايبالي في عيد الام، هديه عيد الام من فتره، مش من فتره طويله، كان يعني تقريبا من 20 يوم، عايزه ايه يا مامي؟ فعشان خلاص رمضان دخل علينا فقلت لها عايزه كوبايات، الكوبايات بتاعه الام المصريه بتاعه عيد الام. بصوا هو الصعيدي كان عامل عرض في عيد الام، كان عامل ان لما تروحي بيبقى فيه تخفيضات، فلما رحنا جبنا الطقم دوت. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بصوا ده شكله حلو جدا، هو لونه بيربل كده غامق بس تحفه بصراحه، عجبني جدا. هو لو واخدين بالكم ان الكوبايه بكيرف كده مش مظبوطه، يعني مش طالعه عموديه، هي معوجه شويه لقدام، وحتى لما تيجي تشربي من المنطقه دي اعلى من دي، فشكلها حلو قوي. وده شكلها من قريب، هستنى بقى رايكم في الكومنتس. دي كانت في العرض ب85 جنيه،
وهي كانت من غير العرض ب 110 تقريبا. هو الصعيدي دايما يعمل كده عروض في الاوقات اللي زي دي. وجابت لي كمان كوبايات علشان الشاي عشان انا بحب اشرب شاي في الكوبايات دي. هي برضو مش مستقيمة، معوجة شوية من فوق، والايد بتاعتها قصيرة مش واصلة للاخر، شكل جديد شوية وشكلها حلو. وده كان سعرها 45 جنيه تقريبا، 45 جنيه برضو كان عليها عرض، وتقريبا برضو في العرض كانت نازلة 10 جنيه يعني كانت ب55. خلاص دول الحاجات اللي احنا اشتريناهم. جبنا ايه تاني؟ بصوا مش خيش عشان هعمل شوية حاجات عشان رمضان، جبت متر ده ب15 جنيه. وجبت كمان السكوتش دوت علشان ألزقه بمسدس الشمع عشان أعمل بيه حاجات برضو، بس مش فاكرة ده بكام، ده كان مترين. وجبت كمان خيط الخيش، ده كان سعره 7 جنيه. تمام، هنعمل بقى مع بعض ان شاء الله افكار حلوة جدا لرمضان. ولو ما عرفتش اصور هوريكو كل الحاجات دي ان شاء الله، لما اعملها هوريها لكم كلها، وبرضو لما نفرش الزينة بتاعت رمضان باذن الله برضو هوريها لكم كلها. دي كانت حاجة. جبت بقى انا، بصوا جبت الاسويرة دي، اللي هي كارترز دي، حلوة قوي عجبتني بصراحة، الخامة بتاعتها حلوة جدا، هي مش بتغير لون. بصوا هي بكيرف كده، يعني لما بتيجي بتتلبس بتتلبس بكيرف علشان ما تبقى ضيقة على الايد، ما تبقاش واسعة اهو، فتتعمل كده. بصوا شكلها حلوة جدا، استنى اهي ده شكلها. التانية اللي هو بتاعت ياسمين صبري، اللي هي المسمار ده كانت ترند قوي الفترة اللي فاتت، وكنت عايزة اجيبها من زمان، ولما نزلت بقى وجات لي الفرصة ان انا اجيبها فجبتها. وده كان شكلهم الاتنين مع بعض، هما بيتلبسوا طقم كده مع بعضه، وفي في المحل منها السيلفر للبنات اللي بتحب السيلفر. الخامة بتاعتهم حلوة جدا، وهو قال لي مش بتغير لون. قولوا لي بقى رأيكم ايه. ودي بنات كانت كل المشتريات اللي انا جبتها عشان شهر رمضان الكريم. كل سنة وانتم طيبين، ينعاد علينا وعلى ولادنا وعلى اهلنا بالصحة والعافية يا رب العالمين. يا رب كل حد نفسه في حاجة بيتمناها تتحقق له في الشهر الكريم ده. انا ما جبتش قماش خيامية وما جبتش حاجات كتير لرمضان، لان انا كل سنة بجيب حاجة جديدة وبجدد كل سنة، بدخل رمضان ولو بحاجة بسيطة نبدأ بيها الشهر الكريم بحاجة جديدة. فلو عجبك فيديو النهاردة اتمنى تضغطيله لايك، ولو لسه ما اشتركتيش في قناتي ياريت تشتركي. هستناكوا في الكومنتس تحت عشان تقولولي عايزين ايه في الفيديوهات الجاية، واستنونا بقى في زينة رمضان لما نفرشها في البيت. اشوفكم في فيديو جديد على خير، وباي باي.